السلام عليكم، معكم حمزة بويشا، بريزيدون ديال كلوب مانيفو ان سي جي كو. اليوم في اطار لي زاكتيفيتي اللي كنديرو في الكلوب ديالنا في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، درنا واحد لا كونفيرونس على ديفلوبمون بروفيسيونيل. جبنا دي اكسبير في الدومين اللي غادي يقدروا يبارطاجيو لي زيكسبيريونس ديالهم ولي زيد ديالهم مع لي ستوديون ديالنا. اي لو كلوب ديالنا جينيرالمون سي ان كلوب ديفيرمونسييل اللي كنديروا مجموعه ديال الانشطه، مجموعه ديال المهم لي زاكتيفيتي، كنديروا دي فورماسيون بور لي ستوديون في الدومين ديال ليفيرمونسييل. اي زعما كيفاش اورغانيزا ان ايفيرمون دو ا ا زد، ياك؟ وهذا الشيء اللي كنحاولوا باش لي ستوديون باش يبعدوا من داك الجو ديال القرايه باش ويدخلوا في الباراسكولير ويشاركوا حتى هما في دي زيفينمون يعني اللي غادي ينفعوهم من بعد في الكوتي بروفيسيونيل ديالهم. الفتح محمد المهدي، سبيساليست في الماركتينغ ديجيتال، اليوم هنا في نسج قنيطره، كنت في ليفينمون ديال مانيفور اللي كيهضر على نسيرسون بروفيسيونيل. حاولت في المداخله ديالي ماشي نعطيش نصائح، مي بلوتو نقول للدراري كيفاش، ماشي ما كنسميوش نصائح، مي بلوتو افكار، ان ما بقاوش يعولوا على النقاط وما يبقاوش يعولوا على القرايب وحدها، راه كاينه لوطو فورماسيون، كاين بزاف الحوايج اللي يقدروا يعاونوهم بوغ ان تري بون انسيرسيون في الميليو ديال الخدمه، ويثيقوا بداك الشيء اللي باغيين يديروه هما ماشي اللي باغيين يديروا الناس الاخرين. والله يسهل على الجميع وشكرا لكم واراو كان واراو كان. عدنان العتيبي، مقاول اجتماعي ورئيس المركز المغربي لابداع المقاولة الاجتماعية. الحدث ديال اليوم كان الموضوع ديالو هو التشبيك وكيفاش التشبيك يمكن يخلق الفرص بالنسبة للناس. الرسالة الأساسية بالنسبة للطلاب والشباب أنهم خاصهم يخدموا بزاف، يخدموا ويصبروا ويفكروا كبير باش يمكن لهم يخلقوا واحد النوع ديال التشبيك. باللغة الإنجليزية بيتورك فيها مصطلح ورك. إذا الإنسان خاصو يكون عنده واحد رؤية مستقبلية وخاصو يكون هو كيصبر ويمكن له يستمر في العمل ديالو. إذا ما استمرش في العمل ديالو ما يمكنلوش يحقق واحد النتائج اللي غيحسن فيها راسو والمجتمع اللي هو فيه. معكم سمي زريمق حمزة، مقاول مستشار في العمل تسير المشاريع. التواجد ديالنا هنايا في رحاب جامعة شنطة الطفيل دائما كالعادة باش كنحاول نجدو اللقاء ديالنا مع الطلبة دائما، وخصوصا نشارك معاهم التجربة ديالي فاش كنت كطالب بحالهم مهووس بعالم المقاولة وعالم العمل. فدائما كنحاول نرجع ونشارك مجموعة الأفكار والتجارب والنصائح إن صح التعبير، رغم أننا مازال كنتعلمو ومازال كنطورو باستمرار. والطلبة عموما دائما متعطشين المعلومة، وكان الموضوع اليوم اننا كيفاش نحاولوا نطوروا ولا نستافدوا من العلاقات ديالنا الى ثروات ماليه ومعرفيه مجموعه الامور. والطالب باعتباره بالنسبه لي الطلبه المغرب كاملين كنعتبرهم الطبقه المثقفه ديال البلاد، واملنا فيهم كبير، ودائما خاصنا نمد لهم يد المساعده، كاع انواع المساعدات المعلوماتيه العلميه الفكريه والاماله الماديه مجموعه الامور. ف دائما طلبه جامعه الطفيل وكل جامعات المغرب كما اسبقت واسلفت بالذكر متعطشين المعلومه ولازمهم فقط يد المساعده، ولكن يد المساعده احيانا رغم ما كتمسد الا ما كانش الطالب مستعد لها نفسيا ومستعد لها ذهنيا باش انه يخلق من ديك الفرصه اهداف كثيره اللي تكون هي بدايه المسار ديالو، دائما ما غاديش يكون مستعد باش يستعد منها 100%. ولهذا كنوجه رسائل ديالي دائما بوضوح لكل الطلبه والطالبات انه نتحراو بالشجاعه، حيث احيانا كينقصنا غير ديك الخطوه الاولى باش اننا نزيدو ونستمروا في تحقيق اهدافنا، عوض اننا نبقاو واقفين بلاصتنا وكنتسناو الحلول تجينا من اماكن اللي ما كنعرفوهاش كاع. ربي سبحانه وتعالى كيبغي العبد الملحاح، فكذلك نكونوا ملحين في ديننا وصلاتنا ومجموعه الامور، وحتى كذلك لما لا يكون ناخذه كموديل في حياتنا اليوميه والعمليه للملا. La persévérance toujours paye. Les personnes qui ont le courage et l'audace de continuer malgré les obstacles, malgré beaucoup de choses, les icônes ont un blocage psychologique. Amen, Nakbir, Tarab, Talibat, ou Life, comme le Khair, ou Tarab, Mekmet, ou Gourb, Chajara, ou Khotor, ou Lahjili, qui est très bien, ou Falk, bien, ou bien, ou Souf, 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 ou Sou